ظهور علامات الكتاب قبل كده ليك انت بالذات، ده معناها انك مؤمن وقريب من ربنا. بس انا يهمني اسالك سؤال، امتى اخر مره اختليت؟ امتى اخر مره مسكت مصحف وقريت؟ غصب عني كل حاجة سحلاني معاها، ما بقتش عارف أعمل أي حاجة. كل دي وساوس بتبعد عن ربنا. ده شيطان يا ابني، شيطان عايز يضعفك عشان يخليك تعمل كل اللي هو عايزه. شوف الجملة دي يا صبري، الإيمان بالإله الواحد والإيمان بالنفس سر الوصول. أنا كتبت الجملة دي. وأنا جبت لك الورقة اللي اديتها لي. آخر معلوماتي عن الكتاب إن الجملة دي مكتوبة على باب المقبرة. شيء غريب، مش عارف هل ممكن تكون صدفة ولا مش صدفة، مش عارف، الله أعلم. سافرت، سابت الفندق ومش عارف هي فين. بعتت لي رسالة قالت لي إنها تسافر لبنان تلم حاجتها وتروح عندها لوالدتها. أنت غلطت لما قلت لها إني موجود. طب ما تفهمني طيب في ايه؟ لأنه واضح كده إن في حاجة. لا حاجة ايه؟ واضح إن في كذا حاجة وأنت مش عايز تقول لي. أنت متغير وأنا عمري ما توه عنك. ده أنت اللي مربيني. أنا ما اتغيرتش. بس اللي شفته ما كانش قليل أبدا. طب ما تقول لي الحقيقة طيب وعرفني. هي دي الحقيقة. أنا قابلت الشيخ صابر وقلت له على كل اللي جوايا وطلع حاسس بنفس اللي أنا حاسس بيه. قبل كده كنت أنت عايز تساعد صابر، دلوقتي صابر ممكن يساعدك. لو مش عايز تقول لي يا سيدي أنا أقول له. اسكت يا عصام، أنت مش عارف حاجة. لا أنا عارف. بيهددوك بدارين صح؟ طول عمرك كنت بتقول ان ربنا اقوى منه وان مشيئة ربنا تمشي على اي حد.